بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الكرام، ومرحبا بكم إلى فقرة جديدة من تعلم اللغة الفرنسية على كتاب Bien lire et comprendre. طبعا كنا قد وصلنا إلى هذه الصفحة كما نلاحظ. غونيفا أفيلو، غونيفا فيت، غونيفا فيت، مينا أفيروني sur le vélo. René va à la ville avec papa. René va à la ville avec papa. La moto de papa va vite. La moto de papa va vite. L'élève a lu. Qu'est-ce qu'il a lu? Il a lu va, veut, vit, vu. La mère a lavé la robe. La mère a lavé la robe. Papa a réparé le lavabo. Papa a réparé le lavabo. إذن وصلنا إلى هاد الحرف كما نلاحظ. وصلنا إلى حرف، أي حرف هذا؟ هاد الحرف غنوجدوه في كلمة لوني. طبعا لا نقرأها لونيد، طبعا نتكلم عن لوني ولا ستني. غوغادي سي ستني، ستني. إذا نتكلم عن عش، نتكلم عن عش الطيور التي تضع فيه بيوضها. طبعا ممكن أن هذه الكلمة تكون كلمة مجازية نقصد بها عش الأسرة. إذا نتكلم عن لوني، لوني. إيسي أون لا لاتر إن. إذا نتكلم على لا لاتر إن. لوني كومبخون لا لاتر إن. إذا عندنا هنا ني، نو، ني، نو، نا، ني. نعيد. ني، نو، ني، نو، نا، ني. Regardez ici. Voici le nid de Nuno. Voici le nid de Nuno. On a ici un nid, mais ici aussi, regardez ce panier-là, représente un nid pour Nuno. إذن هاد السلة الصغيرة تمثل عشا لهذا القط الذي يسمى نونو. إذن عندنا هنا voici le nid de Nuno. Voici le nid de Nuno. Nuno c'est le petit chat de Lily. Nuno c'est le petit chat de Lily. Nuno هو القط الصغير الذي يعود إلى لولي. إذن عندنا هنا voici، voici ها هو لوني، لوني دو نونو. voici لوني دو نونو. c'est qui نونو؟ c'est le petit chat de لولي. إذن هو القط الصغير، le petit chat de لولي، الخاص بلولي، الخاص بالطفل لولي. ثم عندنا on a ces lettres avec les voyelles suivantes A, U, E, O, E, E, I, E. On a ces lettres V, L, P, M, R, N. Premièrement, on a VA qui se prononce VA. Elle a se prononce LA. PA. MA. Ra, na. Après on avait U, vu. Après, lu. Pu, mu. Ru, nu. Après on a les mêmes lettres avec accent aigu. V, accent aigu se prononce V. L, accent aigu se prononce L. P, accent aigu se prononce P. M, accent aigu se prononce mais. R, accent aigu se prononce ré. N, accent aigu se prononce mais. Après, on a les mêmes lettres avec O. Prenons tout d'abord V avec O, qui se prononce VO, et qui donne le son VO. L, O se prononce LO. P, O se prononce PO. M, O
se prononce mo. R o se prononce ro. N o se prononce no. V. L e le. P e pe. M e me. R e re. N e ne. V e accent grave. V e accent grave. V L e accent grave. Les. P e accent grave. P M e accent grave. Mais. R e accent grave. Ré. N e accent grave. Né. V i vie. V i vie. L i li. P i pi. M i mi. R i ri. Ri. N i ni. V e accent circonflexe. V les. P mais ré ré nez nez. Après on a Nina, René, Mina, Mina, re re. لاحظ هنا re. مثلا هنا عندنا re re nez nez. لاحظ هنا ني. إذن عندنا رني رني رني. لا لين لا لين لا لي لا لين لا لين لا لين. سي كوا لا لين؟ ماذا نقصد بكلمة لا لين؟ يعني القمر. طبعا في اللغة الفرنسية كلمة مؤنثة لا لين. ثم عندنا لو دومينو لو دومينو لو دومينو. اذا نتكلم عن لو دومينو. اذا لو دومينو. ثم عندنا لو نافيغ لو نافيغ لو نافيغ لو نافيغ. سي كوا لو نافيغ؟ فوالا سي لو نافيغ. إذا نتكلم عن سفينة. ثم لا ناب لا ناب لا ناب لا ناب لا ناب لا ناب. إذا نتكلم عن قلع أو غطاء إلى غير ذلك يسمى لا ناب. غوغادي سي سي لا ناب. ثم عندنا إن إبين une épine, une épine, une épine. Sur l'image, on a une épine. À la sora, on a une épine. Toma, l'âne, l'âne, la. On a en fait le âne. طبعاً كالعادة كما ذكرنا فيما سبق عندنا le آن. طبعا عندنا واحد الشابونة. إذا طبعا هاد كلمة آن مبدوءة بإنفويا اللي هي أ. ثم عندنا الأداة لو منتهية بأ. طبعا حتى هي إنفويال. إذا حتى لا نقول لو آن نحذف الأولى ثم نضع أبوستروف فتصبح عندنا لان لان فيكون النطق سهلا. إذا كما نلاحظ هنا عندنا لان لان. ولا c'est un man c'est un man. ثم عندنا Lily est venue sur l'âne. Lily est venue sur l'âne. Lily عرفناه. Lily يعني عرفنا الطفل. Lily اي. نتكلم عن le verbe être le verbe être. ولكن هنا كما تلاحظوا راه جا auxiliaire جا كمساعد. لأن الهدف ديالنا شنو بغينا نقولو هنا؟ بغينا نقولو بأن ليلي أنه أتى. عندنا هنا لو بارتيسيباسي ديال الفعل فونيغ
اذا عندنا هنا فينير، اذا عندنا فعل اتى، طبعا هذا الفعل منتهي ينتهي باي ار ماشي او ار كما شفنا من قبل، وبالتالي ما غنطبقوش على ديك القاعده، غنحيدو او ار ونوضعو اكسون ايغي باش نحصلوا على لو بارتيسيپاسي الخاص بالفعل المنتهي باي ار. هنا عندنا فينير منتهي باي ار، طبعا لو بارتيسيپاسي الخاص به هو فوني، هو فوني، اذا هذا هو لو بارتيسيپاسي الخاص به. اذا طبعا غنسبقوا قبل منه اتر، غنسبقوا قبل منه اتر. طبعا كما ذكرنا من قبل عندنا دو زوكسيليير في اللغه الفرنسيه، عندنا دو زوكسيليير في اللغه الفرنسيه لي اساسيين، عندنا افوار وعندنا اتر، عندنا افوار اتر. افوار نقول، افوار نقول جي، ثم تيا، ثم إل أ، إل أ أو إل أ إذا بغينا نزيدو المؤنث إل أ، ثم نو زافون، ثم فو زافي، فو زافي عندنا هنا أو زد، ثم إل، إلزون، إلزون. هذا أفواغ، هذا أفواغ. أما إتخ ماذا نقول؟ إتخ نقول جو، جو سوي، إتخ نقول جو سوي، ثم تيي، تيي. هنا عندنا جي، هنا عندنا جو سوي، هنا عندنا جي، هنا عندنا جو سوي، هنا تيا، هنا تيا، تيا، هنا تيي. ثم إل، إلي، إلي هي اللي عندنا هنا، هاهو ليلي إي، بحال غنقولو إل إي يعني هو. إذن إلي، ثم هنا عندنا نو زافون، هنا عندنا نو صوم، نو صوم، عندنا دوزام هنا نو صوم. ثم عندنا هنا عندنا فو زافي، هنا عندنا فو، فو زيت، عندنا واحد الشابو هنا فو زيت. ثم إلزون، هنا عندنا إل سون، الفرق هو هاد إس، هنا إلزون، هنا إل سون. إذن جي، هاد جي إلا كان موراها إسم تدفيد الملكية، مثلا جي أن ستيلو، جي أن كارطابل، تيا، تيا ديك لي، أنت عندك مفاتيح مثلا، إل أ، إل أ سامارش ونديز، يعني هو عنده بضاعته إلى غير ذلك. ممكن يكون مورا فعل فيكون مساعد، جي بارلي، أنا تكلمت، تيا مونتي إن فاليز، يعني أنك صعدت بحقيبة، أنك صعدت بحقيبة. لو فير مونتي، لو فير مونتي ممكن انه يعني صعد، ممكن انه يعني ركب، ممكن انه يركب. تنذكروا احيانا بان فلان تي مونتي في شي اله مثلا، انه تركب الى غير ذلك. جسو ممكن انه يتبع اسم، ولكن اشنو غيقصدوا به؟ اللي قلت هنا مثلا جي اون فاليز، انا عندي حقيبه. إذا قلت هنا جسوي إنفاليز، يعني أنا الذي حقيبة، أنا هو الحقيبة، هذا هو الفرق. جسوي إنفاليز يعني أنا هو الحقيبة، طبعا هذا لا يستقيم. نقول مثلا جسوي فوتر بروفيسور، أنا، أنا أستاذكم، أنا هو أستاذكم. مثلا توي مونامي، يعني أنت صديقي، مثلا توي مونامي، أنت صديقي إلى غير ذلك. إذن أتر تيختلف الإستعمال ديالو على أفواغ، هذا تفيد الملكية ديال هاد الإسم اللي موراه، طبعا أفواغ ملي تيجي بعد منه الإسم
تفيد الملكية ديال هاد الاسم. اما اتخ ملي تيجي بعد منه الاسم تيعني بان هذا هو هاد الاسم. اذا جو سوي فوتر بروفيسور، مثلا جو سوي طون فرير، انا اخوك. جو سوي طون فرير، انا اخوك مثلا. اذا انا هو هاد الكلمه اللي غندرجوها هنا. ثم ممكن انه ياتي بعد هاد الفعل، ممكن انه ياتي بعده فعل اخر فيكون هذا مساعد. نفس الشيء مع اتر، ممكن يكون عندنا فعل. اذا مثلا اذا قلت هنا جي مونتي اون فاليز، يعني انا قمت بالصعود بالحقيبه. اذا قلت جو سوي مونتي، يعني انا هو الذي صعدت، انا الذي صعدت. اذا طبعا هاد اتر تيخلي هاد لو سوجي ملتصق بهاد الفعل او بهاد الاسم الى غير ذلك. ممكن اقول جو سوي لا، جو سوي لا، انا هنا، كما راينا فيما سبق. الى لا يعني هو هنا. اذا تنتكلم على هذا هو اللي هنا، هو اللي هنا. اذا اتر انه تفيد الكينونه، كما نقول ان هذا يكون هنا. جو سوي طون فخير يعني انا اكون اخوك مثلا، المقصود انني اخوك. فقط كلمحه مختصره حول هاد الفعلين. نتكلم عن لو فيرب افوار اي لو فيرب اتر. اذا كما عندنا هنا لولي اي فوني، لولي اي فوني يعني ان لولي هو ذات نفسه اتى. نتكلم عن لو فيرب فونير يعني جاء. إذا لولي إي فوني، لولي أنه أتى سور لان، سور لان فوق الحمار. ثم عندنا غوني، غوني. ثم لو فيلو دو غوني ني با لا، لو فيلو دو غوني ني با لا، ني با لا. إلا بغينا نحيدو هاد لا نيغاسيون، هذا تيتسمى النفي. باللغة الفرنسية نتكلم عن لا نيغاسيون، نتحدث عن لا نيغاسيون. عندنا هنا الطي مع اي مع او، هذه غنشوفوها من بعد تقرا سيون. هاد طي اي او ان تقرا سيون. عندنا هنا نيغاسيون، نيغاسيون. اذا نتكلم عن النفي، لا نيغاسيون النفي. اذا عندنا هاد لا نيغاسيون تنعملوها بحال هنا، عندنا معموله بهاد نو با، نو با. الى حيدنا هاد الجوج، الى حيدنا هاد نو با، شنو غنقراو؟ غنقراو لو فيلو دو غوني اي لا. شفتوها؟ لو فيلو دو غوني اي لا، يعني ان دراجة غوني هي ذاتها هنا، كاينة هنا او موجودة هنا. نو با، فولات عندنا لا نيغاسيون، يعني ولا عندنا النفي، ولا تتفيد بأن دراجة غوني ليست هنا، دراجة غوني لا تكون هنا. ني با في الحقيقة نو اي ثم با. إذا طبعا عندنا هاد او مع او، غنحذفو الأولى وغنديرو أبوستروف بحال اللي شرحنا من قبل. إذا غتقرا عندنا ني با، ني با. إذا لو فيلو دو غوني ني با لا، إذا دراجة غوني ليست هنا أو غير موجودة هنا. طبعا هاد الأمثلة غنشوفها فيما بعد مع جمل أخرى، طبعا غنتعودوا عليها أكثر من هذا. ثم عندنا أن ني، أن ني، نو نو، نا ني، لان لان، ثم مينا مينا، ثم لو نافيغ، لو نافيغ، لو نافيغ، لو نافيغ، لو نافيغ. نتابع في الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.